ليش مش عن الجمهور يقول إخوة يوسف على تحالف السيادة؟ هيك واصلة يعني خلافات قوية بالتحالف. أبو يزن ما حد يعرفها بجدي. أبو يزن طاقة، طاقة هائلة، تريد تخليها طاقة إيجابية، لا تتحارش بثوابت، عنده ثوابت معينة. من تتحارش بالثوابت مالته يتحول الى طاقه سلبيه، بلدوزر. ما يعني صراحه الى حد يعني احيانا الى حد القرف. عندك سر لا تطيمه، يقول لك انا ما اضم على جمهوري سر، هاي الشعار مالته، انه انا كل شيء اعرفه اقول له للجمهور، احشي ويا جمهوري. تعرف كل واحد يتعرض الى، يعني هو في المره الاولى تدري 2006 كان تحالف كردي شيعي، صح؟ اي كان هو القوي يعني، وهم تعرض الى نفس الحاله، زادت وهالمرة أيضا نتعرض إلى هاي الحالة، فبالتأكيد رد فعله سيكون سلبي جدا. أظن كنا نعذره سواء هو على حق أو على باطل. ها أكيد يعني عندما يبدأ بكشف الأسرار، وبالمناسبة مشعان لا يكذب أبدا، ما يعرف يكذب وين صحيح، بس احيانا يعني صراحته تكون شويه مزعجه نوعا ما. تعرف ما كل ما يدرى يقال، لو كل ما يدرى يقال لقلته، لكن في الايجاز حسن التكلم هو يسهب بهاي المواضيع. اضافه الى انه هو علاقاته متشعبه، اضافه الى انه هو اعلامي متميز، يعرف شلون يوظف الحدث اعلاميا ويؤثر على الجمهور. هذا الكلام يخوف القيادات بالسيادة يا دكتور. تمام.